خطط انه تستمر بتسليع جسمها وتسليع روحها قتلوها، لانه ما شايفين انه لها حق انه تعيش في حريتها. اللي قتلها عنها على ما كل مشتركين، حتى ولدي مشتركين شايفين النساء قتلهم بالعراق أصبح ظاهرة يومية دا تصير، وما في أي نتيجة أو ما في أي رادع لهذا القتل. أي تصرف المرأة تقوم به ما راح يرضيهم، هي تستحق القتل. بعد التحقيقات يتم محاسبة الجاني بطريقة جدا مبسطة وجدا سهلة، ما تخلي أي رادع للمجرمين الآخرين من أنه يتوقفون من أفعالهم.